فاخر قال له شيء بس سمت والدجاج واللحم عندهم بديل احمد فاخر اللي بدال مهند شالي زين انت تجي الشيء السوق كله شنو ما عندهم بديل البديل بس لبو سمس لبو الدجاج لبو اللحم تجي الشيء العالم باقي وين توديه زين تسوي مظاهرات هي مو كورونا ممنوع التجمع ليش تعيد بالعالم وتسوي مظاهرات مو وقت هذا حكي مو وقت مو وقت هذا المسؤوليه عباس ماهر واحمد فاخر هم تحملهم زين العالم كلها هاي العالم تجمعها سووا اي واحد حسب يمرض بيه شيء اي مرض بيه يتحمل عباس ماهر واحمد فاخر اي واحد يمرض كورونا اي بيه شيء انا ما ادري بكورونا ما ادري بالعالم بكورونا فهم يتحمل وما بلش السوق قال انتم ما عندكم بديل بعده فجاه طبعا ليش وين نروح احمد فاخر احمد فاخر بيت بدور ضباط بس بدور ضباط يعني احمد فاخر احمد فاخر ده سأله بالله احمد فاخر اذا استلم منصب جديد يجي يسوي بالفقير يرضى هسه اخذ عائلته واذبها بمزرعه وساوم انا جاي ساومني على باب رزقي خلي يطين البديل خلي يطين البديل وعيوني شلحام ويجي يحط شبلي يحطه فوق راسي الله سبحانه ما عنده بديل يعني الله سبحانه وتعالى يقول